وناس يعني على مستوى عالي جدا عبقرة. جدا نعم. عبقرة نعم. مخرجين وحتى يعني مسؤولين. فأنت المدينة كانت مدينة موحية. سؤال صغير متسرب كده، هل لا تزال الإسكندرية بهذا الجمال الذي تصفه؟ لا لا لا، ضاعت من فترة. ضاعت من فترة. هل عشت مرحلة رسم الموديلات العارية؟ طبعا. كيف رأيتها؟ هل رأيت أنه مهنة الموديل العارية مهنة فن أم مهنة يعني استرزاء؟ لا أنا أقول لك بقى، عشان دي مسألة يهمني الكلام فيها. تفضل. أهم تناسق في الوجود هو تناسق الجسد البشري. نعم. والجسد البشري بقدر تناسقه بقدر تحوره. يعني بتجد الموديل بتلف وبتقوم وبتقعد ويعني بتديك البوز اللي هو ما بتديهولكش الشجرة. صح. الشجرة موجودة كده ثابتة. نعم. إنما بقى تعالى، أول مرة في إعدادي كلية الفنون الجميلة، إحنا كلنا شباب لسه يدوبك يعني لسه في المراهقة الشديدة. نعم. فجاب لنا الأستاذ ساعتها جاب لنا الموديل عشان نرسم، فبدأت تقلع قدامنا واحدة واحدة. إحنا كأولاد طبعا، في بنات وإحنا فابتدينا طالبات إيه؟ وطلبة. فابتدينا نتحرك وتغمز زي اللي جنبك وتعمل كده وبتاع. فالأستاذ قال ولد أنت، هو أي واحد هتحرك ويعمل حركة مش كويسة هسقطه. فضلوا بصوا قدامكم وابتدوا اشتغلوا. ابتدينا نبص على الموديل، ايه رأيك؟ 3 دقايق وكأن اللي قدامك دي شيء ملوش دعوة لا بجنس ولا انها امرأة ولا انها ايه، شيء جميل متناسق انت بترسمه. ضاعت كل فكرة انك تشتهي او انها تستثير فيك الغرائز الجنسية. انتهت. كلمني عن كيمياء تلاشي الغريزة في اللحظة دي. هو أولا أنت وانت قاعد بتبص، أنت بتبص على مواطن الجمال، الخطوط. نعم. اللي بتشكل الجسم سواء جسم أنثى أو جسم رجل. هذه الأجسام بتديك أولا إحساس بالمسؤولية الخط ونسبته، لأنه الرسم التجريدي اللي أنا برسمه ده نسب وخطوط وبقع جنب بعض. نعم. إن ما كانتش هتتناسق بالنسب الدقيقة والمتساوية بقى عندك شلفطة أي كلام يعني. نعم. ولذلك الناس بتيجي تشوف التجليد تقول لك إيه الشخبطة دي، هم ما قروش الموضوع ده. الموضوع ده بيقرأ كما تقرأ شيء أمامك، طائر موجود، شجرة، إنسان، أي شيء كده. هل نظرة الفنان للموديل مثل نظرة طبيب الأمراض النساء للمرأة أثناء الكشف عليها؟ أكيد. نعم. أكيد بتضيع كل المشاعر اللي هي بتستثير في عواطف معينة. نعم. أديك مثال بسيط. تفضل. مرة في مجلس الشعب وأنا كنت وزير، فكان في ديوان شعر، وديوان الشعر ده فيه رسمة لموديل. نعم. فالمهم عضو مجلس الشعب فبيقول لهم بلد الازهر ادي وزاره الثقافه بتكتبها في النساء العاريات. انا من بعيد ما كنتش فلاحظت، حاضر الجلسه. نعم. فانا لاحظت انها ليست صوره ولكنها رسمه، فانا قمت وقلت دي مش صوره دي رسمه، وهناك فرق ضخم جدا بين الصوره والرسمه. الرسمة بتبعد كل البعد عن أي إيحاءات جنسية، أما الصورة أنا أوافق لو كانت صورة عارية فدي بتحمل بالضبط الطبع وطبيعة المصورة. الاعتراض عليها. كنت هعترض. إنما دي صورة مرسومة ساعتها يعني. كل من فضلك تفهمني العقلية اللي تفكر هكذا بتبقى إيه؟ يعني أنت كفنان مثقف ترى هذه النظرة لهذا الرسم بتحس ايه؟ بيبقى هو جواه حاجة معينة
عنده حرمان جنسي فبيشوف المسائل دي مسائل جنسية، ما بيشوفهاش مرسومة ازاي، بيشوفش الخط اللي معمول، بيشوفش الجمال. إلا أنت لو شفت أي صورة، ما هو محمود سعيد نعم رسم سيدات عاريات كثيرات جدا، نعم لا يمكن أنك تشتهي واحدة منهم. آه لا يمكن، لأن هو لغى الموضوع ده، لغيه وهو بيرسمه لغيه. لو كان قاصد يستثير الغرائز كانت ستظهر هذه في الصورة، برغم أنها صورة ومرسومة، لأن إحساسه هو انتقل إلى العمل غرائزي، فبالتالي بقت غريزة. نعم. والفنان عندما يقف أمام الموديل، يا إما هو عيان بالمسألة دي فبيبرزها، يا إما هو بيرسم فن فما بتبانش خالص. هل لا تزال في كليات